والله يا شباب، نتكلم على نظام عفاش. طبعا نظام عفاش هو نظام سيء، يعني أسوأ منه ما فيش. نظام فاشل، نظام بليد، نظام فاسد، نظام فاشي، نظام سيء، نظام عنصري، نظام مناطقي، نظام طبقي، نظام سيء سيء للغاية. يعني كلنا عشنا النظام هذا. بس شوف، الشيء الجميل في علي عبد الله صالح انه وحد الشمال، استطاع توحيد الشمال ولو شكليا. الشمال ما كان موحد، بس شكليا موحد، ولا اللي يحكم البلاد ابناء منطقة معينة بس، والباقيين يعني عبارة عن مشي حالك. هم عارفين الاخوان الشماليين بالكلام هذا، اللي يحكم البلاد هو اصحاب مطلع، ومش كل اصحاب مطلع، اصحاب مناطق معينة. في النظام السابق يعني علي عبد الله صالح اظن هو الرجل الوحيد اللي استطاع توحيد الشمال، غيره ما فيش. الان الشمال صعب يتوحد، صعب صعب جدا، مفككين. يعني الشمال في بقى قوميات، في بقى مذاهب، في بقى طوائف. يعني في علي عبد الله صالح كان هو الرجل الوحيد اللي وحد الشمال، غيره ما فيش. الآن الشمال في مرحلة ضعف، مفكك، في طائفية ومذهبية ومناطقية، وكل شيء موجود عندهم. في تعتيم إعلامي في المواضيع هذه، ما يتكلموا. حتى السياسيين اللي محسوبين انهم ضد الحوثي وضد كذا وضد كذا، يعني ما يتكلموا بجرائم الحوثي والمشاكل اللي تحصل في الشمال. فقاسي يضحكوا لك على الشعب الشمالي البسيط، على المواطن الشمالي البسيط. يعني يهربون مشاكلهم إلى فين؟ إلى الجنوب، إلى الوحدة. الوحدة طبعا، المواطن في الشمال مش محتاج وحدة. المواطن في الشمال محتاج استعادة هويته، محتاج أن يعني يستعيد وطنه المحتل من الشرذمة هذه. وقاسين الإعلاميين والسياسيين الشمالي يبيعوا لهم الهواء. والله يا اخواننا الشماليين، ان اعلاميينكم والسياسيين اللي معاكم، والله انهم يبيعوا لكم الهواء، ويبيعوا لكم الوهم، ويبيعوا لكم الكذب. طبعا الوحده يا جماعه الخير، الوحده هي انتهت. رضا والله صميل، هذا الكلام مش كلام صامت. في شيء اسمه متغيرات. الوضع الان تغير في الشمال وفي الجنوب، تغير الوضع، الموازين تغيرت، لازم تؤمن في المتغيرات. أصبح الجنوب قوي والشمال ضعيف، أصبح الجنوب معترف فيه والشمال مش معترف فيه. الجنوب الآن أصبح يمتلك جيش ضارب بطل، عنده جيش، عنده قوة، عنده كذا، عنده كذا، بينما الشمال لا. الشمال عبارة عن ميليشيات وجماعات مسلحة وإرهابية وقتل. طبعا في تعتيم زي ما كلمناكم، في تعتيم قوي، ما يتكلموا بالجرائم، بالسجون السرية، بالاعتقالات، في الاعدامات، يعني اعدامات، في شغل نظيف، ما حد يقدر يتكلم. طبعا السياسيين ما يبقوا ينقلوا الكلام هذا، قاسي يشغلوا الشارع الشمالي بالجنوب. الجنوب عاد إلى أهله، الجنوب عاد إلى شعبه وإلى وطنه، ولا يمكن أن نفرط بشبر من الوطن. الجنوب هو شعب، دولة، توحدنا معاكم ما سدينا، خلاص أنتم الآن مفروض تستعيدوا وطنكم. إخواننا الشماليين مفروض الآن تستعيدوا وطنكم، تستعيدوا هويتكم، تستعيدوا يعني دينكم. لأن السياسيين يبيعوا لكم الكذب، يبيعوا لكم الهوى. يقول لك الوحدة، الوحدة خلاص انسى شيء اسمه وحدة، انتهت الوحدة. فين الوحدة؟ ما فيش وحدة. حتى لو في دربكة هذه اللي يحصل الآن، هذه الأمور والدربكة وكذا وكذا، هذه الموضوع موضوع وقت بس. أما الجنوب عادلة شعبه، وشمال مش زي شمال أمس، والجنوب ما هو جنوب الأمس. تغيرت الموازين، تغيرت الحسبة، فانتبهوا لكم على بلادكم، انتبهوا على هويتكم، استعيدوا وطنكم.
محتلين الآن، أنتم محتلين. طبعا في بعض إخوان الشمالي ما يعرف إيش معناة الاحتلال. الاحتلال هو نوعين، في احتلال خارجي يعني دولة تحتل دولة، هذا يسموه احتلال خارجي، وفي احتلال داخلي. طبعا الاحتلال الداخلي أسوأ من الاحتلال الخارجي. الاحتلال الخارجي الأرض ما تقبله، سهل إخراجه، لكن الداخلي مصيبة. الداخلي هذا بلوى سرطان، عندما يعني ينفرد يعني أبناء منطقة أو أبناء قبيلة أو أبناء مذهب في الحكم لهم، بس هذا يعتبر احتلال وإغصاء الآخرين ولو كانوا مواطنين. لو أنت أخوك يعني أخوك، لو عندكم بيت، أخوك من أمك وأبوك طردك من بيتك وأخذ عليك أرضك وأخذ سيارتك يعتبر محتل، حتى لو كان أخوك. فلا تقول للحوثي يمين، الحوثي محتلك، أنت محتل الآن. فلا يشغلوكم في الجنوب، الجنوب قدم يا رجال جماجم من الأبطال، من الدماء، جنوب عاد لا أهله. جنوب اليوم مو جنوب الأمس، لا أحد يبيع لك الوهم ولا أحد يبيع لك الكذب، يكذبوا عليكم. ضيعتوا بلادكم، أصبحتم مشردين داخل بلادكم، وأنتم مشردين شرد ما شردتكم. مشغول لي بالجنوب، تكلم مع الحوثي ولا ما يتكلم، اذكر له الجنوب يا رجال طن السماء، ما ادري ليش، حقد وحسد. يا اخي انتبهوا على بلادكم، انتبهوا على وطنكم. الوحدة فاشلة، الوحدة دمرت الشعب في الشمال والجنوب. فلا احد يبيع لك الكذب ولا احد يبيع لك الوهم، حرروا بلادكم.